يشارك وفد مجلس الشورى في أعمال منتدى القمة العالمية السنوي للقيادات النسائية، وذلك في عاصمة جمهورية ليتوانيا، حيث تلتقي مئات الشخصيات العالمية القيادية من النساء لتسليط الضوء على الإنجازات التي تحققها الدول على المستوى الوطني فيما يتعلق بتعزيز مكانة المرأة والتحديات التي تواجهها المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، والفرص المتاحة أمامها لمزيد من العطاء في خدمة الوطن. وللحديث عن مشاركة وفد مجلس الشورى في أعمال هذا المنتدى، حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من فيلينوس سعادة الأستاذة زهوة الكواري، عضو مجلس الشورى، عضو الوفد المشارك في أعمال المنتدى. مساء الخير أستاذة. يا هلا، مساء النور. نعم، بداية يعني ما هي أبرز المحاور والموضوعات التي يناقشها هذا المنتدى لهذا العام؟ هذا المنتدى هو منتدى سنوي عالمي للقيادات النسائية، وهو تجمع مهم للعديد من الشخصيات النسائية، سواء من رئيسات دول ولا رئيسات حكومة وزيرات، بالإضافة إلى البرلمانيات، ويتم فيه مناقشة مسائل مهمة وترتبط بتعزيز مكانة المرأة، وايضا يناقش عدد من الموضوعات اللي تعنى بالنهوض بالمرأة ومن اجل رفع نسب حضورها وتبوؤها مناصب قيادية، وايضا مشاركتها، تعزيز مشاركتها السياسية تعزيز مشاركتها السياسية. السنة كان شعار المؤتمر او شعار المنتدى It's about time and 10 reasons to act، اللي هو حان الوقت ومئة سبب للمشاركة أو التفعيل. فأيضا هذه في الدول من خلال هذه المنتدى، بعض الدول تتناول تجاربها وشلون وصلت إلى نسب معينة، أو ما هي الاستراتيجيات اللي اتخذتها للوصول إلى النسب المطلوبة أو اللي تسعى أو تتمنى المرأة الوصول إليها في العالم. نعم سعادة العضو زهوة، استعرضتم اليوم وضمن أعمال اليوم الأول للمنتدى تجربة مملكة البحرين في مجال بناء أجندة تشريعية تدعم قضايا المرأة، يعني لو تطلعين على مزيد من التفاصيل. هو المنتدى عادة يصير في يتكون من عدد من القضايا المهمة. اليوم أول اللي احنا تكلمنا فيه اليوم عبارة عن هو موضوع بناء التحالفات نحو أجندة تشريعية دائمة للمرأة، اللي من خلاله يتم احنا من خلال تقديمنا لها استعرضنا تجربة مملكة البحرين في هذا الجانب، وأهم شيء التعاون اللي تم استعراضه، التعاون اللي تم بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى المرأة، اللي هو يعتبر اللي عارف حاجات المرأة وما هي التشريعات المطلوبة في لذلك. وأيضا تم استعراض الكثير من القوانين والتشريعات اللي تم اتخاذها اللي تعنى بالمرأة، كقانون الأسرة وقانون حماية الأسرة من العنف. نعم. وكل هذه الأمور أيضا احنا من خلال تواجدنا في هذه المحافل ان دائما نفتخر بتجربه مملكه البحرين في مجال تعزيز مكانه المراه ودورها في المجتمع، واحنا بصراحه يعد ذلك مصدر فخر لنا كبحرينيات امام المجتمع الدولي، واحنا دائما ناكد على الدعم اللي نحصله سواء من من السلطه او من القياده وكل هالامور. فيعني هذه اللي تم استعراضها، تم التبادل مثل ما يقولون الجوانب والتجارب الموجوده اللي ممكن احنا نبني عليها ايضا ونفعلها عندنا في البحرين. نعم، من العاصمه الليتوانيه فيلينوس سعاده الاستاذه زهوة الكواري، عضو مجلس الشورى، عضو الوفد المشارك في اعمال المنتدى، شكرا جزيلا لك.